استاذه هيا مساك الله بالخير. يا اهلا اخوي صالح، امسي عليك بالخير وعلى كل اهل الكويت. اولا قواك الله ومشكوره لوقتك، يعطيك العافيه انت والاخوان المحامين اللي قاعد يتواصلون معانا. استاذه هيا، انا بالبدايه يعني عندي سمعت ان عندكم انتم في جمعيه المحامين كان في اقتراح بخصوص موضوع الرؤيه، يا ريت تكلمينا على هالموضوع. نعم، في خصوص موضوع الرؤية، هو معك حق أستاذ صالح، هو يعني مو اقتراح كثر ما هو كان مطالبة ودعوة من زملاء جمعية المحامين بتفعيل حق الرؤية، وإن إحنا نلقى طريقة ننفذ فيها أحكام الرؤية. نعم. خصوصا إن إحنا الحين يعني تقريبا كملنا شهر ترى من بداية تطبيق التباعد الاجتماعي. حلو، وشنو كان الاقتراح عنا؟ شنو البديل؟ هو انا بقول لك شنو يعني التطورات اللي صارت. حلو. او اللي اطلبوها. نعم. بس يعني اللي بوضح لك اياه ان الشغله يعني ما هي سهله ترى، يعني من بدايه هالازمه. نعم. انا وزملائي اكيد جتنا استفسارات كثيره من موكلين عندنا، كلها كانت عدم رغبتهم بتنفيذ احكام الرؤيه. حلو. الشيء هذا ما كان يعني الاتصال اللي كان يجيني انه والله استاذه ما ابي انفذ حكم الرؤيه، ما ابي اودي ولدي حق ابوه، او ما ابي اسلم المحظون حق الشخص الثاني، ما كانت جايه من تعنت. اي توني بقول لك، يعني ما كانت جايه من تعنت او من عناد او كذي. للامانه انا ما اقدر الوم هالناس، في ناس عندها مخاوف جديه وتستحق الخوف فعلا. يعني مثلا في ناس مثلا اتصلت فيني قالت لي ان اب الطفل او عائلته رادين من السفر من دوله موبوءه وانا خاف ولدي ياخذ عدوى. حلو. في منهم مثلا قالوا انه والله انا ما ادري مقدار حرصهم على الطفل ايش كثر، يمكن يخلونه يطلع، يمكن يخلونه يخالط ناس حامله للفيروس، ويعني ما اقدر. وعلى فكره ترى الشيء هذا صار فعلا معانا. نعم. في محافظه الجهره تم تسليم طفل لوالده وراح يزوره، وتبين فيما بعد ان والده اخذ فيروس الكوفيد يعني. بس الحمد لله يعني الولد بعد ما كشفوا عليه لقوا انه ما اخذ عدوى. حلو. فالموضوع الموضوع يعني مش تعنت انساني كثر ما هو خوف. لا، هي كلها متعلقه بالخوف على الصحه الوقائيه نفسها. حلو. فاللي ابى اوضح لكم اياه واللي صار في هالموضوع انه قبل كم يوم صار اجتماع مع مجموعه من الحاضرين من اولياء الامور مع وكيل وزاره العدل. نبي نوصل من خلاله حق ترتيب معين ننفذ فيه احكام الرؤيه. الكل كان في قمة التعاون، لكن مخاوفهم كانت مثل ما ذكرت لحضرتك من قبل تتعلق بالصحة الوقائية، سواء على المحظون أو الشخص اللي طالب الرؤية، لأن هم بعد ممكن الطفل يكون جاي من مكان في فيروس أو شيء كذي، أو الشخص اللي بيسلم الطفل، يعني من كل النواحي. حلو. فالحين الجماعة مجتهدين عشان نلقى آلية معينة تكون الصحة الوقائية مشرفة عليها. حلو، يعني هذا ان شاء الله يعني في بوادر طيبه. نعم. حلو، يعني هذا الاجتماع والله يا ريت بس اول ما يطلع يعني بوادر هذا الاجتماع تبلغي لنا فيه استاذه هيرا، عندنا كثير من الاتصالات قاعد يوصلون لنا اياها. اكيد هو الكل راح يعلن عنه، والكل ترى مقدر حق اهميه الموضوع، وندري ان طالت المده والناس تبي تشوف عيالها. على فكره ترى مو كل يعني العيال ساكنين مع امهاتهم، في نعم. امهات فعلا ما شافوا عيالهم من فتره. نعم. لان الحضانه عند الاب. صحيح. عندك مثلا اليد واليد هم بعد من حقهم يشوفون احفادهم. نعم ان شاء الله. بس انا يعني من خلال قناه العداله. نعم. ابي ادعو اخواني وخواتي الحاضنين، يعني اي واحد حاضن سواء مره سواء ريال سواء جده، ابيكم تحرصون على تواصل المحظون مع اهله بشكل ودي، خصوصا اذا ما كان في اي محاذير صحيه. يعني في ناس مثلا ما في خوف من ناحيه الصحه، لا العيال مسافرين ولا الاهل مسافرين ولا في اي شيء، اذا كان الموضوع يتعلق بس بساعات الرؤيه والحظر فهذا شيء ترى يمكن التغلب عليه. يعني ممكن نتفق مع الساده المسؤولين انه يعتبرون من المبررات اللي تجيز الخروج وقت الحظر هو تسليم المحظون او السلامه. نعم، هذا يصير ترتيب يعني مع الاخوان في الداخليه. هذا إيه يعني هذا راح يكون بالويكند وراح يكون في تعب عليهم ندري، خصوصا في هالظروف. نعم. لكن اكيد له تاثير على نفسيه الاهل والمحظون بشكل خاص. حلو، قواك الله. يعني استاذه هي الموضوع اعتقد يعني واضح الان، بس في جزء ابي اتاكد منه، هو السؤال الاخير قبل اختم وياك. يعني وايد من الاقاوي قاعد يقول والله ان الحمد لله الوضع الاسري صار زين وكذي، نسب الطلاق والامور هذه كلها. انت قاعد تشوفين من رؤيه ثانيه، هل اليوم في اتصالات عندكم في المكاتب؟ هالامور طخت اللي كانوا مثلا متواعدين على هالامور؟ يعني
أو أن القضايا يعني المحاكم مسكرة؟ أنت تقصد في موضوع الطلاق يعني موضوع الطلاق الزوجية؟ إيه إيه. لا 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 لا، هو التصريحات اللي قاعد تطلع على الميديا أن الطلاق وقف وما تسجلت أي حالة، هذا بسبب لأن إدارة التوثيقات الشرعية أصلاً ما شغلت قسم الطلاق. حلو. يعني الأقسام اللي موجودة اللي قاعد تشتغل تصديق عقود الزواج، إصدار حصر ورثة، أي شيء ثاني غير الطلاق. حلو. ولكن ترى الواقع العملي والاستشارات الناس اللي قاعد تدق علينا وكذي ترى اغلبها طلاق، يعني للاسف يعني هذا الموضوع ابدا، هذا يعني هذه الكلمه اللي طلعت ابدا مو صحيحه. يعني قاعده ومجابلين بعض الحين هم ما هدوا. لا هو شوف، هو لها اعتباراتها، يعني احنا كمحامين نتوقع ان اول شيء يعني راح نبتدي نشتغل فيه اكثر شيء قضايا الطلاق، لان هذه الفتره لها تاثيرها. يعني مثلا عندك الاحتجاز أو مو الاحتجاز، يعني البقاء في المنزل فترة طويلة، في ناس تغير روتينها اليومي يأثر على نفسيتها. حلو. عندك مثلا قلة الموارد المادية، الوضع الاقتصادي شوية مع الناس تأثر، فهذا يأثر على النفسية. صح. يمكن هذه الأمور يعني تأثر. الله يعين. كل الشكر للأستاذة هيا الدوسري المحامية أمام محكمة التمييز ومحكمة الدستورية العليا. مشكورة أستاذة هيا على التوضيح وعلى هذا الكلام، يعني الرسالة كانت واضحة، هناك اجتماع ويعني ناطرين موضوع الاجتماع، وهي بادرت بأن إذا ما كان في شيء وما في تخوف صحي أتمنى يكون موضوع يعني بسيط. بس الكلام الأخير اللي قالته أن موضوع الطلاق زايد، هدوا شوية يا جماعة، يعني فرصة الحين تعاونون وكذي وكذا، بس مداحر كافي. بعد الفاصل راح يكون معاي اتصال مهم جدا حق الموضوع اللي أمس تكلمنا فيه واللي كان فيه اتصالات خلال 3 أيام بخصوص المعاقين، راح نحل لكم الموضوع إن شاء الله. عطنا فاصل وبعدها نرجع لكم مرة ثانية.